معجزة التحويل. جالسا على كرسيك، انتبه للهواء الداخل والخارج من أنفك واشعر بالانتعاش وحركة الشهيق والزفير. الآن خذ كوبا من الماء وخذ رشفة. أين المعجزة؟ الهواء الذي تتنفسه يشبه إلى حد كبير الماء الذي تشربه. كلاهما يتكون من غازين، الأكسجين والهيدروجين، وهناك غازات أخرى في الهواء وخاصة النيتروجين. الفرق بين الهواء والماء هو التحول، ومع ذلك وراء هذه الكلمة هناك معجزة. لا نعرف كيف نفسر بعقلانية سبب رطوبة الماء، وعلى حد علمنا لا يمكننا شرح كيف يمكن أن يؤدي غازان غير مرئيين إلى مادة فريدة لا يمكن للحياة بدونها أن توجد. الصوديوم وهو معدن غير مستقر والكلور غاز أخضر يؤخذان منفصلين من السموم القاتلة، ومع ذلك عندما يتم دمجهما فإنها تشكل كلوريد الصوديوم والمعروف باسم ملح الطعام، وهو ليس فقط ساماً ولكنه أيضاً مكون ضروري لكل خلية في جسمك. لا يوجد شيء معجزة في حقيقة أن ذرات الصوديوم تتحد مع ذرات الكلور، إنها كيمياء أولية، لكن المعجزة هي أن مثل هذه العملية البسيطة تحول فجأة عنصرين كيميائيين إلى شيء غير متوقع، لا يمكن تفسيره ولا يمكن التنبؤ به. إذا لم يكن الماء موجوداً فسيكون من المستحيل التنبؤ بحقيقة أن غازين يمكنهما إنتاجه. إذا لم يكن الملح موجوداً فلا يمكن للمرء أن يتنبأ بأن ارتباط اثنين من السموم يجعل الحياة أحادية الخلية ممكنة، والتي هي في أصل سلسلة الأحداث التي سمحت بظهور الإنسان العاقل وسمحت لك ولنا بتجربة كل ما لدينا منذ ولادتنا.